معي عبر الهاتف من عمان الدكتور نبيل العتوم الخبير في الشؤون الإيرانية. سيد العتوم، دكتور العتوم، أهلا بك. ما تقييمك لمسار هذه الانتفاضة الشعبية الإيرانية التي ما زالت مستمرة ضد النظام القائم بمشاركة مختلف فئات المجتمع، ومؤخرا شهدنا أيضا طلبة الجامعات؟ شكرا جزيلا لكم، مساء الخير أخي العزيز. يعني لا شك أن هذه الاحتجاجات في حالة استمرار، الآن انتقلت من الهوامش والأطراف إلى مراكز الولايات الكبرى، وهذا دليل صارخ على فشل السياسات الإيرانية. بموازاة ذلك هنالك كذب للادعاءات الإيرانية الرسمية التي تقول أن هنالك مؤامرة خارجية هي السبب المباشر الرئيسي لاستمرار الاضطرابات والاحتجاجات التي بدأت تأخذ صفة الديمومة والاستمرار والانتشار الجغرافي والقطاعي وانخراط أعداد كبيرة من المجتمع الإيراني فيها. الجانب الثالث هو استمرار العوامل الموضوعية الدافع لاستمرار حدة هذه الاحتجاجات. نحن نتحدث عن تدهور اقتصادي واجتماعي غير مسبوق نتيجة سياسات النظام الإيراني العباسية التي أدت إلى أنفاق عشرات المليارات في مغامراتها الخارجية العباسية بهدف إثارة الفوضى وعدم الاستقرار، وهذا ما نجده من خلال مداخل الأزمات الإقليمية لا سيما الأزمة السورية، ودعم الميليشيات التخريبية في لبنان كحزب الله وكالحركة الحوثية في اليمن، وهذا ما يتجسد أيضا من خلال رفض الشعب الإيراني لهذه السياسات الإيرانية، والذي برز من خلال الهتافات المناوئة والمطالبة بالانسحاب من سوريا ولبنان وغزة واليمن. الآن الملفت هو انتهاج من إيران لأساليب غاية في القمعية للتعامل مع هذه الاحتجاجات، وإطلاق النظام الإيراني الاتهامات قوى الاستكبار الداخلي والخارجي بالوقوف وراءها، ووعود السلطة القضائية والمرشد لتطبيق ما يسمى بتهمة الخيانة العظمى والإعدام على المتورطين في هذه الاحتجاجات والزج بالأطفال والنساء والشيوخ في السجون. نعم، سواء هذا التهديد دكتور أو الاتهام بأن هناك قوى خارجية تدعم هذه الحركة الشعبية، هل يستطيع النظام الإيراني الصمود طويلا أمام هذا الغضب الشعبي؟ أعتقد أنه لن يستطيع الصمود، لأنه نحن الآن إيران تنتقل إلى مرحلة جديدة من البروسترويكا، إعادة دعني أسميه التغيير الشامل في إيران. هذا ما حذر منه الرئيس السابق أحمد نجاد والرئيس مجلس الشورى الإيراني مهدي كروبي الموضوع تحت الإقامة الجبرية، الذي اتهم السلطات القضائية حتى بالتعسف والفساد وتنفيذ إعدامات خارج نطاق القضاء تحت عنوان حالات الانتحار التي يجب أن تستدعي من المجتمع الدولي التحرك ضد إيران. أنا أعتقد أنه لابد من دعم المتظاهرين. الاستراتيجية الدولية لغاية الآن هي غير مجدية، نحن نتحدث عن جلسات مجلس الأمن، جلسات لمجلس حقوق الإنسان لا ترقى إلى مستوى التنديد فقط. لابد من دعم المتظاهرين ولو حتى إلكترونيا. نحن رغم أن هناك مؤتمرات ومنتديات هنا وهناك عبر العالم. دكتور نبيل العتوم الخبير في الشؤون الإيرانية، شكرا جزيلا لك.